الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجماعة والإمامة، وبوب له بقوله: باب إمامة العبد والمولى والغلام الذي لم يحتلم. هذا الحديث جاء في على هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري ليبين من تصح إمامته، من الذي يؤم الناس. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يبين أن هذا الإنسان الذي قد يحتقر، الحبشي والإنسان الأسود الذي رأسه كأنها زبيبة، يعني كأنها عنبة أو رأسه صغير، فإن صح أن يكون أميرا على القوم وطاعته واجبة، يعني طاعة الأمير واجبة، فيجوز أن يأمهم كذلك. فهذا ما أراده البخاري من هذا الحديث. هنا طبعا يعني في مسائل من خلال تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث، أنه قال يأم إمامة تصح إمامة العبد والمولى. مين العبد ومين المولى؟ طبعا العبد هو الرقيق، اليوم ما في أرقاء، ولكن هذه أحكام تدرس وتبقى يعني في الأحكام. والمولى هو العتيق، لكان عبد ثم أعتق يقال له مولى. وهنا أتى الإمام البخاري رحمه الله بكثير من الأمثلة، منها أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يأم القوم وهو مولى، والعبيد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها عبدها ذكوان، وكان يقرأ من المصحف. حتى الإمام البخاري رحمه الله يعني أخذ من هذا الكلام يعني أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبد، أن العبد له أن يأم، وكان يقرأ من المصحف، كذلك أن الإمام له أن يقرأ من المصحف ولا شيء عليه. كذلك يعني حتى ذكر الإمام البخاري وغيره من العلماء أن ولد الزنا كذلك يجوز أن يأم القوم، كذلك الغلام الصغير فيجوز له أن يأم القوم إذا لم يحتلم، يعني إذا كان عمره 7 سنوات ويقرأ القرآن فيجوز له أن يأم القوم. فكل ذلك استشهد الإمام البخاري عليه بأحاديث، منها أن عمرو بن أبي سلمة كان يأم قومه وهو ابن 7 سنين. هذا الإمام البخاري روى هذا الحديث. وبالعموم يعني كل من يأم القوم ممن ذكرهم الإمام البخاري يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. فهذه عامة يدخل فيها العبد والمولى وابن الزنا والصغير، فكل ذلك يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. فمن كان أقرأهم لكتاب الله حتى لو كانت منزلته أدنى من هؤلاء الناس الذين يأمهم، فيجوز له أن يأم الناس. هذا ما أراده الإمام البخاري في هذا الباب في كتاب الجماعة والإمامة. اللهم علمنا ما ينفعنا، فأنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.